انت شايف ان الاقبال النهارده، انا داخل الحمد لله الحمد لله، اللي بره اكتر من اللي جوه على فكره. يعني احنا ارش قنبليه في المهرجان وارش قنبليه بره المهرجان، طب نعمل ايه؟ يعني الناس عايزه تشوف افلامنا، اللي هم بيقولوا الناس بتحارب افلام السوق، لا ده الناس نفسها تشوف افلام السوق.